مع المادة التالية بعنوان الهجرة إلى الحبشة، الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معاشر المؤمنين، قد بقي من أخبار المهاجرين إلى الحبشة بقية وفوائد جليلة مرضية. كان ممن عزم على الهجرة إلى الحبشة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغينة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغينة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدو وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغينة، وطاف ابن الدغينة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغينة، وقالوا لابن الدغينة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغينة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر للاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغينة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد حادثة الهجرة بيان فضيلة أصحاب الهجرتين. فعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة القادمين من الحبشة، سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. ولما قدم المهاجرون في السنة 17 من الهجرة بعد غياب ما يقرب من 14 عاما بالحبشة، أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف لهم فضلهم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا يعني من الغنيمة، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، خرجه البخاري. قال ابن إسحاق: وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر 16 رجلا، وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن الفوائد بيان فضيلة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، فهو خطيب المهاجرين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هناك مواقف مشهورة ومقامات محمودة وأجوبة سديدة وأحوال رشيدة. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أنا أسر، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وقام إليه واعتنقه وقبل بين عينيه، وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية: أشبهت خلقي وخلقي. ولما بعثه إلى مؤتة جعله في الإمرة تاليا لزيد بن حارثة. ولما قتل رضي الله عنه وجدوا فيه 94 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر، وكانت قد قطعت يده اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك اللواء. فلما فقده محتضنه حتى قتل وهو كذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، فهو ممن يقطع له بالجنة، وجاء في الأحاديث تسميته بذي الجناحين. وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول:
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قالوا لأن الله عوضه عن يديه بجناحين في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. خرجه الترمذي. وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا. وكان كريما جوادا ممدحا، وكان لكرمه يقال له في حياته أبو المساكين لإحسانه إليهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. ولقد حزن نبيكم وبكى لما بلغه مقتل جعفر وأصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. قالت: وعيناه صلى الله عليه وسلم تذريفان. تقول أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وكانت قد هاجرت معه إلى الحبشة، تقول: لما أصيب جعفر وأصحابه أي قتلوا، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا، وعجنت عجيني، وغسرت بني، ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. فأتيته بهم فشمه وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب اليوم أي قتلوا. قالت: فقمت أصيح، واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. رواه ابن إسحاق وأحمد وابن ماجه. ومن الفوائد أن الهجرة للحبشة تكررت ليعظم أجر المهاجرين، فقد هاجر الصحابة للحبشة الهجرة الأولى، ثم عادوا لمكة، ثم هاجروا ثانية، وكان ذلك لخبر غير موثوق. قال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة، يعني من هاجر الهجرة الأولى، وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة. وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين، وأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يقرأها عليهم حتى ختمها، فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس. وعن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه، غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فرأيته بعد قتل كافرا. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه، ولم يبق نزاع بينهم، فطار الخبر بذلك، وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبت جماعة، وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. انتهى كلامه. وعلم من التثبت في نقل الأخبار وقبولها. ومن الفوائد أن الله قد يبتلي العبد بالضراء، ثم يكون ذلك سببا لخير عظيم وعاقبة حسنة. من المهاجرات إلى الحبشة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لقيت من الجهد والبلاء ما الله به عليم، وأعقبها الله خيرا، فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين. روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى الحبشة فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، وزوجها إياه النجاشي رحمه الله، ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهزها من عندي. قال الحافظ ابن كثير:
وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبور العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين. ومن الفوائد حرص الصحابة بعد الرجوع من الحبشة على تعلم ما فاتهم، فلم يتكلوا على ما سبق من العمل. لما رجع الصحابة من الحبشة تعلموا ما نزل من القرآن وقت غيبتهم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا، خرجه البخاري. ومن فوائد هذه الهجرة المباركة بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على التوحيد وحذرهم من الشرك ووسائله. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث النصارى في دينهم وبما أنكره من أفعالهم، وكان صلى الله عليه وسلم ينصت لحديثهم ويستمع ثم يبين حكم الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن العجب أن بعض المسلمين وقعوا فيما أنكره الصحابة المهاجرون ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله، فبنوا المساجد على قبور الأولياء والصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوا القباب على تلك القبور وسموها مشاهد وأضرحة ومقامات، وتمسحوا بها ولجأوا إليها وطلبوا منها المدد وكشف الكربات، واستشفوا بتربة فلان وفلان، وقالوا إفكا وزورا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. واجتمعوا في يوم مولد ذلك الولي لإحيائه بالأناشيد والأهازيج وضرب الدفوف ورقص الصوفية الظلال وتمايلهم تواجدا، زعموا ويرون أن الدعاء مستجاب عند تلك الأضرحة والمشاهد، فعمروا تلك القبور والمشاهد وهجروا المساجد، وجعلوا لتلك القبور سدنة وأوقافا، وعلقوا عليها الستور وجملوها بالذهب والفضة، ويزعمون أن ذلك تعظيم وتوقير ومحبة للصالحين. انظروا إلى شرق العالم الإسلامي وغربه: قبة على قبر العيدروس الذي يزعمون أنه محيي النفوس، نعوذ بالله من الضلال، وقبة على قبر الجيلاني، وقبة على قبر البدوي، وقبة على قبر ابن علوان، وقبة على قبر زينب، وقبة على قبر علي، وقبة على قبر الحسين، وقباب على قبور يزعمون أنها قبور الأنبياء كأيوب ويوسف ويحيى وغيرهم، وهذا الزعم باطل. ثم بعد ذلك يرجون النصر على اليهود والنصارى وإخراجهم من بلاد المسلمين. كيف تنصرون عليهم وقد شابهتموهم في الإشراك بالله وعبادة القبور واتخاذها مساجد؟ فأين ذهب بعقولكم حتى وقعتم فيما أنكره المهاجرون إلى الحبشة؟ يا قوم، كيف خفيت عليكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ألا فاتقوا الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. احذروا دعاة الضلالة، الدعاة على أبواب جهنم، أصحاب الطرق الصوفية القبورية المبتدعة، من نقشبندية، خالدية، وتيجانية، وقادرية، وجشتية، ودسوقية، ورفاعية. هؤلاء هم سدنة القبور. إذا رأوا من ينصحكم ويعظكم كذبوا وقالوا: لا تسمعوا له، هذا لا يحب الرسول والأولياء، هذا لا يعترف بكرامات الأولياء، هذا وهابي جاء بدين جديد، إلى غير ذلك من أكاذيبهم. ألا فأنصتوا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفئة الضالة.
مما خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثالث حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، وأنتم تفعلون كما فعلوا. إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيعوه ولا تعصوه. يا قوم، ليس معكم أحد من أهل الدين من أهل العلم الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة، فالأئمة كلهم يعملون بالسنة، وأنتم معاشر القبوريين تخالفونها. ها هو الإمام العالم شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية يحكي إجماع المسلمين على ذلك، يقول: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة. فهذه المساجد على ذلك يقول: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة. فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزم العلامة النووي في شرح المهذب بتحريم البناء على القبور مطلقا. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه. معاشر المؤمنين، من فوائد حادثات الهجرة التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيل الدين، والصبر على ملاقاة الصعاب في ذلك كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين فارقوا الأهل والوطن والمال وهاجروا إلى بلاد البعداء والبغضاء في الله عز وجل، وفرارا من الفتنة في الدين. ومن الفوائد جواز الاستعانة بغير المسلمين عند الضرورة، فالمهاجرون استعانوا بالنجاشي في حمايتهم من أذى قريش، وكان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك. ومن عاد من الصحابة لمكة دخل في جوار وحماية من بعض المشركين، فعند الضرورة لا حرج في ذلك. ولقد أفتى علماؤنا كهيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية لرد العدوان عن بلادنا ونصرة إخواننا في بعض البلاد المجاورة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فنفع الله بتلك الفتوى ورد الله الظالم وكفى الله بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار. والعجب أن بعض الناس ينتقد فتوى هيئة كبار العلماء المبنية على الدليل، ثم تراه بعد حين يستعين بعباد الصليب فيلجأ إلى بلادهم ويحتمي بجوارهم ببث أكاذيبه السمجة وفاكساته المزورة وقنواته التي يدعي فيها الإصلاح
والأمر كما قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فأي صفقة خاسرة فازوا بها، تركوا بلاد الحرمين بلاد التوحيد والسنة وتحكيم شرع الله والراحة والطمأنينة في عبادة المسلم لربه، تركوا ذلك إلى بلاد الكفر والإباحية لا لشيء إنما هو الطاعة للشيطان والميل إلى فكر الخوارج الثوريين. أي إصلاح سيجلبه لنا من يعيش في أكناف الكفرة قد زهد في بلاد المسلمين؟ وإصلاحه المزعوم لا يخرج عن أحد أمرين: إما الكذب، وإما التحريض على الفتنة والخروج على ولاة الأمر وإثارة البلبلة. هذه برامجهم الإصلاحية. ومن عجائب هؤلاء أنهم يحتمون بعباد الصليب ويستعينون بهم للإفساد في بلاد المسلمين بدعوى الإصلاح زعموا، ثم بعد ذلك يتهموننا بموالاة الكفار. أما الآن بحمد الله سبحانه وتعالى، فقد ظهر للناس ضرر هؤلاء المهاجرين لبث الأكاذيب والأراجيف، فماتت بحمد الله فتنتهم وكبتهم الله عز وجل وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا. وطائفة أخرى تزعم الهجرة وتتسمى بها تلبيسا على المهاجرين، وتحتج بهجرة الصحابة إلى الحبشة. وبعد الاطلاع على بعض موادهم المسموعة والمرئية، تبين أنهم يتباكون أولا على جراح المسلمين، ثم يحملونك أنت حل هذه القضايا الكبرى وكأنك ولي أمر المسلمين، ثم يطرحون الحل ألا وهو الجهاد. والجهاد عندهم كما صرحوا به لا بد لهم من الهجرة من بلاد المسلمين التي تقام فيها الصلوات ويحكم فيها بشرع الله عز وجل، لا بد من الهجرة منها إلى معسكرات الإعداد بأفغانستان، فيهاجر المغرر به إليهم، ثم يربونه بعدها على فكر التكفير لبلادنا والتفجير والتخريب فيها واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين الذين دخلوا بلادنا بعهد وأمان، كما حصل للفرنسيين الأربعة وكانوا قد قدموا لأداء العمرة. فيرجع ذلك المهاجر المخدوع وقد امتلأ قلبه بغضا وحقدا على بلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا. والله لقد سمعت أحدهم بعد أن من الله عليه بالهداية والاستقامة على منهج السلف الصالح الذي قامت عليه بلادنا، ذكر أنه مكث عندهم 5 سنين ولقنوه منهج التكفير والتفجير، يقول: فلما رجعت كنت أطل على مدينتي وأقول: متى سيأتي اليوم الذي نفتحها؟ ويقول: كنت أمر على البنوك وأقول: اللهم اجعلها غريمة للمجاهدين. وآخر سمعته يقول: تدربت عندهم حتى خرج الدم من يدي، نعم تدربت من أجل تحرير الحرمين الشريفين. لا إله إلا الله. من ماذا سيحررون الحرمين الشريفين؟ من الركع السجود والطائفين العابدين، من العلماء الذين ينشرون العلم وينصرون التوحيد فيهما، ممن يخدمون الحرمين وحجاج بيت الله الحرام ويسهرون على أمنه. هذه بعض ثمرات تلك الهجرة المشؤومة، ثم يستدلون بعدها بالهجرة إلى الحبشة. قاتل الله الجهل، هكذا يفعل بصاحبه. وطائفة ثالثة مفتونة تحتج بحادثة الهجرة إلى الحبشة، وإليكم خبرها يا معاشر العقلاء. لا يخفى عليكم أن كل قناة فضائية تخدم عقيدة وتوجهات أصحابها، وقد تكون مدعومة ومسيرة من جهات أخرى غير إسلامية، وقد يكون من يدبر هذه القناة لم يدرك تماما عاقبة فعله، وأن ضرره عليه راجع لا غير، وأن ضرره راجع عليه لا على غيره. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. ومن ذلك إحدى القنوات التي تسعى لإثارة البلبلة في الجزيرة، جزيرة الإسلام، وفي غيرها من بلاد المسلمين، لكن عداءها لبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أظهر وأكبر، تنشر الفتنة بينك وبين ولاة أمرك، وتحرضك على بلادك، وتكتم حسناتك وحسنات بلادك، وتشوش عليك وعلى بلادك. وما أحداث الجمرات قبل 2 عامين بخافية عليكم، فقد ركبوا مطية الكذب وزادوا في الكيل حتى افتضح أمرهم، ولله الحمد والمنة. وإنك لتسر حينما ترى إخوانك وبني عمك وأصحابك وقد تجلى لهم كيد هؤلاء، وأنهم معاول هدم يريدون إثارة الفتنة لتصبح بلادنا مثل بعض البلاد التي اضطربت فيها الأمور واختل فيها الأمن وعظم فيها التخريب. أتظن أخي أن تلك القنوات تريد بك الإصلاح؟
لو كانت تريد الإصلاح لأتت البيوت من أبوابها. وبعد هذا كله يزعم أحد من كان يحسب على الدعوة، يزعم أن هذه القلاة منبر من لا منبر له، وآخر يزعم أنها كالنجاشي الذي لا يظلم عنده أحد. كذبتم والله، فنحن أول المظلومين. بالله عليكم، من الذي يروج لخطابات رأس الفتنة المتلفزة وفيها التحريض على تفجير آبار النفط عندنا وضرب اقتصادنا، ويثني على من فجروا عند إحدى الوزارات، ويصف من يكفرنا ويستبيح دماءنا يصفهم بالشهداء؟ من يروج لهذا وأمثاله؟ أهو مثل النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. هؤلاء كلهم أذكرهم بعاقبة الظلم والتعدي على بلاد المسلمين ودمائهم. إن كنتم تحتجون بحادثة الهجرة إلى الحبشة فأنصتوا بهذا الحديث الصحيح المحذر من ظلم العباد. عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية لهم. بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه، وقال في الزوائد إسناده حسن: ومن الغدر قتل من دخل بلادنا بعهد وأمان من ولي الأمر. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. هذا إن كانوا كفارا، فكيف إذا كانوا مسلمين قدموا لأداء العمرة؟ قاتل الله أدعياء الجهاد والجهاد بريء منهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.